ايه انت ممسكني الساوند ليه كده يا ابو شرف؟ زي اللي ماسك المحاليل في غرفة الولادة كده بالمستشفى ليه؟ بعد ساعات يا جماعة الناس مستنية بعد ساعات حفل افتتاح مهرجان الجونة، بس كده عايزين نقول بعض الملاحظات بسرعة لبعض الفنانات قبل ما يطلعوا على السجادة الحمراء. عايزين نقول للأستاذة نسرين طافش أرجوكي وأنت جايب الفستان ما تطفشيش الحاجات بره الفستان، خليكي كده 100 100 عشان الناس تشوف دورة موفقة. أما الأستاذة غادة عادل البسي الفستان فضفاض شوية، مش لازم يكون ضيق عشان الكرش بتاعك بيطلع وبيبقى فيه مشاكل كتيرة بتحصل بعدها. ولا أستاذة رانيا يوسف مش محتاجة نفكرك بالبطانة، أرجوكي البطانة لأن الجو برد كمان برد هناك الأيام اللي فاتت، أرجوك يا أستاذ. ولا الأستاذ تامر حبيب بقى ليه يعتاب جامد عليه، بقاله 3 سنين مشغول بالبوص والأحضان وطبعا هو الصدر الحنين والحاجات دي. يا عم تامر ركز بقى في أغنية بنفس جودة 3 دقات اللي كانت في الدورة الأولى لمهرجان الجونة، يعني اقعد كده ركز في أي كلمات أغنية حلوة يا راجل، خلاها 5 دقات بقى أو 4 دقات، يعني حرك الدنيا يا عم تامر، مش لازم كله بوص وأحضان وحبيبتي وعلا، لا يعني ركز في الكلمات شوية. الفنانة الكبيرة يسرى نشرت صورتها ببيجاما كاستور على انستجرام وقالت، علقت على الصورة قالت الحياة فيها لحظات جميلة يجب أن تلحقها، يعني بيجاما والحياة فيها حاجات جميلة، أنا كده دماغي راحت لبعيد. عموما إيه يعني تخيلوا انتوا بقى بدماغكم، وعموما يا جماعة بنقول ربنا يكتب على كل الناس اللي ما اتجوزتش البيجاما الكاستور والحياة الحلوة، وانتوا هتفهموني بقى. الايام اللي فاتت الفنانة رانيا يوسف قالت في تصريح تلفزيوني تصريح غريب شوية، قالت انا بصوم 2 وخميس عشان رشاقة جسمي. طب يا ستي يبقى انت بقى كنت بتروح العمرة عشان تصلي صيامك، ولا بتروح العمرة عشان تتسوقي في مول جدة؟ الله عليك يا رانيا، طول عمرك عارفه بتعملي ايه. مطرب المهرجانات حسن شاكوش الايام اللي فاتت راح نقابه المهن الموسيقيه عشان يمتحنوه ويطلعوا له الكارنيه، طبعا النقابه جت بعدها طلعت في بيان ليها قالت ان حسن شاكوش جه بدون شهاده محو الاميه فاضطروا يمتحنوه في القرايه والكتابه. طبعا يا جماعه حسن شاكوش يا جماعه ما كانش فاضي يذاكر والكلام من ده، حسن شاكوش كان مشغول ببنت الجيران اللي شغله له عينيه وكان بيسيبها ويروح يشرب خمور وحشيش ويرجع لها بخيره، وبعد كده ربنا كرمه وركب الاكس 6. الايام اللي فاتت شغلت مواقع السوشيال ميديا رقاصة جديدة ظهرت على الساحة اسمها لورديانا، الرقاصة دي اكتشفنا ان هي برازيلية، طبعا الرقاصة قلبت السوشيال ميديا لانها رقصت بفستان مش ببدلة رقص، وده اللي جنن الناس واثار اعجابهم اكتر واكتر. طبعا في رقصات كتير غيره زي سفيناز وجوهرة وغيرهم، لكن لازم في واحدة بتيجي تتكلم كده وتعمل لي فيها خبير نووي. المهم جت دينا قالت يا جماعة هي بترقص يعني عادي زي اللي بيرقصوا في اعياد الميلاد، وعموما هي مش محترفة وعشان اقيمها لازم اشوفها بترقص ببدلة الرقص. ما تقولش عامله لي فيها حسن شاكوش ولا الكابتن محمود الجهر الله يرحمه، ما تفوقي بقى يا دينا شويه، يا دينا انت كبيرك بتعملي الحركه دي من سنه 93 ما غيرتهاش يا دينا. وبعدين بقى يا جماعه الشباب اللي قاعد لسه مشغول بالرقاصه لورديانا، الراجل مدير اعمالها قال ان هي مش بتميل للشباب المصري، ريح دماغك بقى يا حبيبي انت هو واتبط، وما تقعدش تشير الفيديو كتير. رامي الله ينتقم منك والله، لانك انت ما بعتليش فيديو لورديانا دي.